الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. طبتم وطابوا عشاءكم تروأت من الجنة منزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات وزين حسناتكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: يجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عند. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: والعاديات ضبحا. أخرج البزار وابن أبي حاتم وحاتم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا ولبث شهرا لا يأتيه منها خبر. بعث خيلا، يعني بعث سرية. في فرق بين السرية والغزوة. هل يعرف الفرق بين السرية والغزوة؟ السرية هو استكشاف أخبار الأعداء، إنما الغزوة لا، أنا بقتحم عليهم وبدير عليهم. الغزوة أنا صلى الله عليه وسلم كان بيطلع فيها السرية ما كانش بيطلع. الغزوة هي التي يخرج معها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السرية هي التي لا يحارب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤمر واحدا من المسلمين عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية لا يأتيه منها خبر، مش عارف عنهم أي أخبار، مدة شهر. فأنزل الله: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا توثقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد إنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. أخرج ابن أبي حاتم عن بويدة قال: نزلت في قبيلتين من الأنصار في بني حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا، يعني تفاخروا بكثرة ما عندهم. تفاخروا وتكاثروا يعني تفاخروا بكثرة ما عندهم من عدد أو عدة أو رجال أو مال أو خيول. فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان وفلان، أو فيكم مثل فلان وفلان. وقال الآخرون: مثل ذلك. تفاخروا بالأحياء. ثم قالوا، يعني بعد ما خلصوا الأحياء، يعني كلما قبيلة تقول فيكم مثلا واحد شاعر، يقولون نعم فينا فلان الشاعر. فيكم فلان الشجاع، يقول نعم فينا فلان الشجاع، وهكذا. فما بعد ما خلصوا الأحياء، لو كانوا أفضلين بعد ما خلصوا الأحياء راحوا رايحين على القبور يكملوا الجدال بتاعهم. ثم قالوا: انطلقوا من القبور. فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان ومثل فلان يفيدون القبر، وتقول أخرى مثل ذلك. فأنزل الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. المقابر لم تجعل لهذا، إنما جعلت للاعتبار. وبالرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ينهى في أول الأمر عن زيارة القبور، إلا أنه بعد ذلك أباحها بهدف تحصيل العبرة والعظم. لكن هنروح نتكاثر ونتفاخر وتبقى جزء من دنيانا، يبقى بلاها أحسن. يبقى القبور المفروض نروح لها على أساس أن هي إيه، بتذكرنا بالآخرة. لم تجعل لهذا. هم أزاي كان بيتكفر المقابر؟ إيه؟ أزاي كان بيتكفر المقابر؟ بالناس اللي فيها، يعني بجاههم أو كده يعني؟ يعني فيكم مثل فلان اللي ميت ده، كان كذا وكان كذا وكان كذا. فالتانيين يردوا عليهم: ما احنا عندنا احنا كمان فلان اللي هو هناك ده، اللي كان كذا واللي كان كذا واللي كان كذا. ماشي. هي بتاعت المقابر
حاولنا ان انا احضر درس المقابر سنة للرجال والنساء بهدف اخذ العبرة والعظة. انا احضر درسنا بهدف اخذ العبرة والعظة. كان جائز لساعة التابعة. كان جائز مع الكراهة. جائز مع الكراهة. وحجر مبرير عن علي قال كنا نشك في عذاب القبر. هل في عذاب في القبر ولا فيش عذاب في القبر؟ حتى نزلت ألهاكم التكاثر وقالوا ثم كلا سوف تعلمون في عذاب القبر. او انتم ماشيين كده هتلاقوا ايه ايات بتدل على عذاب القبر بخلاف ما يدعي اخواننا اللي ربنا بعينا بيهم دول. يقول لك مفيش آية في القرآن تدل على عذاب القبر. كل سرعة كده وانتم ماشيين كده هتلاقوا ايه ايات كثيرة في القرآن تدل على عذاب القبر. اصرحها مثلا الآية اللي في سورة غافر التي يقول الله عز وجل فيها ايه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اولها ايه الآية؟ احسنت. انه يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى كانوا بيعرضوا على النار قبل قيام الساعة. فين بقى ان شاء الله؟ اذا في عذاب قبل قيام الساعة. ايات كثيرة. طيب نقف هنا ونعرف كده بسرعة على غريب القرآن. الله عز وجل كما قلنا يقسم في هذا الجزء بما يشاء، فيقسم ببعض خلقه عز وجل وما شاء من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا لسببين. السبب الأول لأنه سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، فلا راد لأمره ولا راد لإرادته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن كل خلق الله شيء مهم، يعني إذا كان القسم لا يكون إلا بالمهم فكل ما خلق الله عز وجل مهم باعتبار أنه من الله عز وجل. والقسم بيؤدي نفس هذه الوظيفة وهي التنبيه على أهمية بعض الأمور. لما ربنا يقسم بالشمس، يقسم بالقمر، يقسم بالخيل، فهذا يدل أو فيها لفت نظر إلى عظيم نعمة الله عز وجل في بعض هذه المخلوقات، علشان نظرنا ينتبه لحاجات قدامنا طول الوقت ومع ذلك احنا مش واخدين بالنا من عظمتها ومن بديع خلق الله عز وجل فيه. فربنا هنا سبحانه وتعالى من باب تعظيمه لأمر الجهاد وأهمية الدفاع عن الدين وعن الوطن وعن العرض وعن المال وأهمية رفع الظلم عن المستضعفين، ربنا بيقسم هنا بالوسيلة التي يتخذها الإنسان لتحقيق هذا الغرض، فيقسم بالخيل مش في ذاتها، مش الخيل وهي في المزرعة عمالين نلمعها أو نسرحها عشان تظهر في الصور نحن بنشوفها على الفيسبوك، لا، هو ربنا بيقسم بها في حالة معينة وهي في حالة استخدامها في نشر الدين. فالخيل تنضح إذا استخدمت في مراد الله سبحانه وتعالى، مش للزينة ولا للتفاخر. فالله عز وجل يقسم والعاديات. العاديات من العدو، العدو يعني الجد، يعني الخيل العاديات، وهي تعدو وتجري في المعركة يمينا ويسارا ضبحا. لما بتعدو بيخرج منها صوت نفسها ويبتجي زي حضرتك كده لما تيجي تجري وتنهج، هي بيطلع منها أثناء الجري هذا الصوت، صوت أنفاسها لما بتجري. فلما ربنا يقسم بهذا ده معنى إيه؟ أن الله يحب هذا الصوت في هذه الحالة. زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده ما شاف بعض الصحابة في معركة من المعارك وهو يمشي مشية المختارين، ماشي كده في المعركة شايف نفسه وفارد صدره وكانه بيقول يعني يا أرض هدم عليك أدي،
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه مشية يبغرها الله إلا في هذا الموطن. ليه؟ أنت في حالة حرب تريد أن تذل الكفار، لازم تظهر عزة الإيمان. فنفس الكلام، الله عز وجل يحب من الخير هذا العدو وهذا الصوت في هذه الحالة، لذلك يقسم بها سبحانه وتعالى. والعاديات ضبحة، فالموريات حوافر الخيل يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها عادة جزء معدني، مش كده؟ او هي بطبيعتها حوافرها قوية، فهذه الحوافر لما تصطدم بالارض بتعمل حاجة زي حضرتك لما تيجي ايه تقدح النار، ها؟ فالموريات، الموريات هي الخيل حين توري النار، يعني توري النار يعني تشعل النار بحوافرها. فالموريات قدحا. ايه القدح؟ القدح الزناد، حتى الولاعة يسموها قداحة في اللغة العربية، الولاعة يسموها ايه؟ قداحة. وحضراتكم لو بتشوفوا افلام اجنبية هتلاقيهم ايه بيترجموها بالايه؟ يعتني القداحة. فايه بنتعلم اللغة العربية لما نشوف افلام اجنبية مترجمة، يعتني القداحة يا رجل مثلا كده يعني. واحيانا يترجموا الكلمات البذيئة اللي بيقولوها فاكرتك امك وحاجات كده. ما هو يعني معظمهم يعني ايه شباب غرابة يعني. فكده فهو ايه الولاعة قدح، فالموريات قادحة. فحوافر الخيل دي بتقدح، يعني بتقدح بتصطدم بالارض فتطلع شرر. شوف القرآن بيصور ازاي خيل يدري تخرج صوتا، حوافرها تصطدم بالأرض فتحدث شررا. فالموريات قادحة. فالمغيرات صبحا، الخيل حين تغير يعني تهجم على العدو في الصباح. وكان سبحان الله من أخلاقيات العرب في الحروب، أخلاقيات الإسلام أيضا اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أنهم لا يغيرون على أحد إلا صباحا، يعني الناس صحية ما يدخلوش على الناس بيوتها وهي نايمة، ما يدخلوش على الناس بيوتها وهي ايه وهي نايمة. لذلك كانوا يبدأوا يحاربوا طول النهار، جه الليل خلاص كل واحد يروح مكانه، ثم تعود الحرب تاني يوم بالنهار. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الجنود في المعركة انهم ينتظروا عندما يذهبون الى مكان ليفتحوه او كذا، ينتظروا الى الصباح، فاذا سمعوا الاذان فهم مسلمون او فيهم مسلمون او لا يمنعون الاسلام من الانتشار فخلاص. فاذا لم يسمعوا اذان الصبح يعرفوا ان هم ايه، ان هم كفار فيغيرون عليهم. فالمغيرات صبحا، يعني الخيل التي تغير على العدو في وقت الصلاة. فأثرنا، الخيل لما بتجري بتثير، تثير يعني ايه؟ تهيج النقع الغبار. فأثرنا به نقع، فالخيل لما تعدو، فأثرنا به ضمنا على ايه؟ على عدو. فأثارت الخيل بهذا العدو ماذا؟ الغبار. فأثرنا به نقعا، فوسطنا به جمعا، فلما جريت توسطت جمع الأعداء، صارت في وسط المعركة. فوسطنا به جمعا، ولما الخيل تتوسط جمع الاعداء، انت خد بالك المعركه بتبقى صفين كده واقفين قصاد بعض حاربوا بعض، ها؟ لما تلتحم الصفوف، كلما دخلت انت في وسط صفوف الاعداء معناها انك بتتوغل فيهم، انك بتعمل فيهم السيف، ان انت اللي منتصر متقدم. فوسطنا به جمع معناها ايه؟ ان هم تقدموا حتى هزموا اعداءهم، معناها ان هم دخلوا في وسطهم، معناها ان هم ايه؟ في حالة انتصار. فربنا سبحانه وتعالى يقسم بكل هذا، العاديات
في حالة معينة وهي حالة الايه المعركة التي يكون فيها هذا التصوير كله. طبعا حضرتك الآن لو حبيت تعمل صورة فنية بهذا الموقف هتتخيل خيل يجري، انت سمع صوت نفسه، سمع صوت رجليه، وتبص على رجليه ايه بتعمل شرار وهو بيجري ويتقدم بكل قوة فيثير الغبار ويدخل في وسط الأعداء فيتوسطهم. شوف الصورة دي كده، فالمصحف تعالى بيقسم بها فيقول إن الإنسان لربه لكنون. تتحدث الآية عن خليئة من خليئات الإنسان وجزء من طبيعة الإنسان، إنه برغم ما يرى من الآيات البينات على عظم الله ووحدانيته وما يوجب شكره وعبادته سبحانه وتعالى، إلا أنه كنود. يعني إيه كنود؟ كفور. يعني إيه كفور؟ يعني كثير الكفر، مش بيكفر مرة ويتوب، لا هو يكفر ويتوغل في الكفر حتى يصل إلى منتهاه، أو يكفر ثم يعود ثم يكفر ثم يعود ثم يكفر ثم يعود. فحالته إيه؟ إما إنه لما بيكفر ها بيبقى مجرم في الكفر، أو إنه كثير الكفران، إما شديد الكفر أو كثير الكفر. ده اللي بتؤدي صيغة الإيه؟ المبالغة التي هي على وزن فعول. هنربط الآن بين القسم وجواب القسم، بس خلينا الأول كده إيه نرص المعاني جنب بعضها، وبعدين الصورة هتبان في الآخر زي البازل كده ما نستعجلش. الكفر نوعين، كفر بيسموه كفر ملة وكفر بيسموه كفر نعمة. كفر الملة يخرج صاحبه عن الإيمان، ده صاحبه مش مسلم، لا يسمى مسلما، يسمى أي حاجة ثانية، ده كافر كفر ملة. وفي الكفر نعمة، صاحبه يجحد النعم، لا يشكر النعم. ربنا مديه مثلا مال فبيصرفه في الحرام، فده كافر كفر نعمة. طبعا كفر النعمة لا يخرج من الملة، يعني ممكن يبقى الواحد مسلم لكنه يكفر النعم. يعني يكفر النعم يعني لا يشكرها، يعني لا يشكرها يعني لا يستخدمها فيما خلقت له. فلذلك قالوا يجتمع في المسلم الإيمان والكفر. طبعا الكفر هنا مش بمعنى اللي هو ضد الإيمان، إنهما إذا كانوا ناقضان فلا يجتمعان، ولكن مراد بالكفر هنا كفر الإيه؟ كفر النعم. فكفر النعم ذنب من الذنوب ولا يخرج من الملة، كفر الملة لا يخرج من الإيه؟ يخرج من الملة ولا يقبل معه خير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كفر النعمة قد يغفر إذا تاب العبد، ده فرق آخر بينهم. يبقى الأول يخرج الثاني لا يخرج. الفرق الثاني، الأول إن مات صاحبه خلد في النار، الثاني ذنب من الذنوب وهو في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عفا وإن شاء عذب. يبقى إن الإنسان لربه لكنود، يعني إيه؟ شديد الكفر أو كثير الكفر. وإنه على ذلك لشهيد، وهو يعلم ذلك من نفسه إن كان كافرا، أو يعلم ذلك في غيره ويراه في غيره إن كان مؤمنا. معنى كده إيه؟ إن الأمور واضحة مفيش فيها غموض. معنى كده إن ربنا أوضح الطريق لكل الناس وهديناه النجدين، فالخير واضح والشر واضح. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. الآيات بتكشف إيه؟ خليئات الإنسان. الخير هنا يعني المال، الخير هنا معناه المال. فالإنسان يحب المال حبا جما، مش الآيات في سورة الفجر قالت كده والقرآن يفسر بعضه بعضا؟ فهو إيه؟ وإنه لحب الخير لشديد، دي تساوي قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ وتحبون المال حبا جما. نتعود بقى كده واحنا بنقرأ في القرآن نجمع بين المعاني، فنقول أيوة الآية دي بتكمل الآية دي،
الآية دي بتفسر الآية دي، فيبدأ كده يفتح لنا باب جديد في فهم القرآن، وهو تفسير القرآن بالقرآن. وإنه لحب الخير لشديد، من حب الإنسان في الخير هتلاقيه بيصرف غالب وقته في إيه؟ في عمله الدنيوي. وتيجي تقول له طب الصلاة، يقول لك لا أصلا مشغول. طب اقعد اذكر الله شوية، يقول لك أصلا مفيش وقت. بينما هو لو قعد يذكر الله 10,000 مرة مش هياخد معاه نص ساعة، بس هو ايه عنده استعداد يشتغل 20 ساعة في اليوم، ما عندوش مشكلة بده. ليه؟ لأن الرغبة موجودة. وإنه لحب الخير لشديد. طيب، ثم تذكر الآيات ما يأخذ بيد هذا الإنسان الذي هو كفور بالنعمة، يعلم ذلك من نفسه، يحب المال حبا جما حتى إنه يهلك نفسه في سبيل تحصيله. فعشان الآيات تاخد بإيديه تقول له افتكر الآخرة، إن الدنيا ليست غاية. فيقول الله تعالى أفلا يعلم، مين الإنسان اللي هذه صفته؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. بعثر ما في القبور يعني إيه؟ خرج. بعثر خرج. طيب إيه اللي في القبور هيخرج؟ الإنسان. فالآية تذكر إيه؟ إنه هذه الدنيا ليست هي النهاية، ولكن بعد الموت حياة، بعد الموت حش ونش. فإيه؟ فاعمل كما تعمل دنياك اعمل لآخرتك. إن الآية عايزة تقول كده، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يعني الناس هيصحوا من قبورهم ثم يسألون عما كان في قلوبهم وحصل ما في الصدور. إيه اللي في الصدور؟ داخل الإنسان قلبه. فيسأل الإنسان عما كان فين؟ عما كان في قلبه من كفر وإيمان. حصل يعني إيه حصل؟ ظهر برضو وبان وميز. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم في هذا اليوم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والخبير هو العليم بدقائق الأمور، لأنه بيكلم هنا عن إيه؟ عن حاجة خفية اللي في الصدور التي لا يعلمها أحد. إحنا نعرف الظواهر، أنا شايفك كان بعيد لابس أبيض أو لابس أسود، كلنا عارفين كده. لكن أنت بتفكر في إيه؟ دي ما أقدرش أقولها. مين اللي يعرفها؟ ربنا سبحانه وتعالى الخبير، يعني الذي يعلم دقائق الأمور. إحنا نعرف جريات الأمور، أما الله عز وجل فإنه يعلم إيه؟ جرياتها وخفياتها. فلذلك قال إيه؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني مفيش حاجة مما في الصدور ستخفى على الله. وإذا كانت مفيش حاجة ستخفى على الله، فهذا معناه إيه؟ إن كل ما في القلب من إيمان وكفر غير خافي على الله، يعني الإنسان محاسب عليه. يعني مش تقدر تنكر ولا تقول لا ده أنا ما كنتش كده، ده أنا كنت حاجة تانية. لا، ما هو اللي خافي جواك ظاهر باين معلوم لله مكشوف. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طيب إيه العلاقة الآن بين القسم اللي في أول السورة وما ذكرته السورة بعد ذلك؟ يعني السورة بدأت بالقسم بالخير، وبعدين تكلمت والقتال والجهاد وكذا، ثم تحدثت عن بعض صفات الإنسان، ثم ذكرت هذا الإنسان بأنه راجع إلى الله تعالى. إيه الرابط بين هذا وذاك؟ يعني الرابط بين الجزء الثاني والثالث سهل، من الإنسان دي صفاته السيئة منغمس في الدنيا، فالآيات بتاخد بيديه وتذكره بالآخر، تقول ان انت ستبعث. طيب الرابط بين القسم ايه والخيل والجهاد وكذا،
معنى ذكرته الآيات بعد ذلك؟ حد يعرف؟ ما عدا سماح طبعا عشان بتألف، ما هو بدأت اسمه التأليف، ما هو وجهة نظر دي بتساوي التأليف، هتسميها وجهة نظر سميها براحتك. الرابط هو ايه يا اخوانا؟ صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخيل التي اقسم الله عز وجل بها واقسم بانها بتقتحم هذه المعركه، الله عز وجل يمدحها مش كده؟ لانها مقبله بقوه على طاعه الله تعالى، كاقبال الانسان بقوه على الدنيا. فكان الايات اسكت شويه، فكان الايات تريد ان تقول ان هذا الانسان المقبل على الدنيا بهذه القوة التي تشبه إقبال الخيل المدربة على المعركة التي تحدث صوتا وتخرج نفسا وتغدو في الصباح على رزقها الدنيوي، مهيئ وفيه ما يمكن أن يجعل هذا التعب لله لا للدنيا، كالخيل التي تجاهد في سبيل الله. ويبقى كأن الله بهذا القسم دل على المعنيين. إيه المعنيين؟ المعنى الأول أن الإنسان يتعب نفسه في الدنيا ويقبل عليها كإقبال هذه الخيل في المعركة. طيب هذه الخيل في معركة يحبها الله، يبقى إذن الإنسان قد يحول هذا التعب وهذا الجهد إلى تعب في سبيل الله، فكفر الإنسان بنعمة الله ليس أصيلا فيه وإنما هو عارض. لما ربنا يقول إن الإنسان ربه لكنود، مش معناه أنه دخيط خلاص الإنسان كده يعني كله في النار، لا، كنود الإنسان وكفر الإنسان بالنعمة عارض، يستطيع الإنسان أن يزيله إذا أقبل على الله وآمن بالرسل. فتكون حركته في الحياة كحركة هذا الخيل حين يجاهد في سبيل الله، والله أعلم. قال الله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، ومن عادة العرب أنها إذا أكثرت من أسماء شيء أو من اسم شيء فإن هذا يعني أهميته. فتجد العرب يكثرون من أسماء السيف، يكثرون من أسماء الأسد. القرآن سائرا على طريقتهم أكثر من أسماء القرآن، أكثر من أسماء النبي، أكثر من أسماء يوم القيامة. ليه؟ لأنه دي حاجة مهمة جدا، القرآن مهم فيه الهداية والنور، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله الذي جاء بهذا القرآن، يوم القيامة ده يوم البعث والنشور الذي يجب أن نستعد له. فالقارعة اسم من أسماء يوم القيامة، ولها أسماء كثيرة ذكرت في القرآن، وكل اسم يدل على صفة من صفاتها. يعني لما نقول مثلا إنه من أسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الماحي، ده اسم يتضمن صفة فهو يمحو الكفر، مش كده؟ نفس الكلام، كل اسم من أسماء يوم القيامة يدل على حالة من حالاتها أو صفة من صفاتها. فالقارعة اسم من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لأن فيها صفة، وهي أنها تخض تقرع القلوب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهي ايه؟ تخض. ما القارعة؟
القارعة ثم القارعة. ما القارعة قلنا قبل كده ايه؟ تعظيم من شأنها. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ زيادة في التعظيم. زي كده لما واحد يكون موضوع مهم جدا حصل، فجر أصحابه ما شفتوش إيه اللي حصل، ده اللي حصل ده حاجة عظيمة خالص، ده انتوا مش هتصدقوا اللي حصل، يعني ما تقول طيب. فهو ايه؟ من لهول الموضوع مش قادر يبدأ فيه مباشرة إلا ما يهيئ الناس لسماع الموضوع. فهو القرآن يسير مع هذه العادة الإنسانية فيقول القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم يبدأ بعد ذلك فيقول يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش الطائر المعروف، مبثوث منتشر في كل الاتجاهات، فالناس بتجري زي بالظبط ما بيحصل زلزال. ما بيحصل زلزال ايه اللي بيحصل؟ الناس بتمشي في اي حته، قال يعني الحته اللي هيجروا فيها ما فيهاش زلزال. هي صورة الانسان كده بيجري وخلاص، زي الانسان لما يكون والعياذ بالله شبك فيه النار برضه بيجري وخلاص. ليه؟ لان الجري ده بيخفف من حاله التوتر اللي عند الواحد. فهو نفس الكلام، نفس اللي احنا شايفينه في الدنيا ده بيحصل في الاخره لما تقوم القيامة. الناس تمشي في كل حته، اللي هيمشي الناحيه دي والاشهر هتلاقيه يمشي ناحيه الشمال، واللي الطريق قدامه مفتوح يمشي كده هو على طول. فكل واحد حسب ما ايه، حسب ما تيجي معاه على غير هدى، يعني جاي وخلاص. فالناس كالفراش المبثوث منتشر في كل حته. لاحظوا هنا السورة عايزه توصل ايه؟ اهميه يوم القيامه وبعض المشاهد التي تستحدث فيه، عشان يعمل حاجتين. اول حاجه يجعل الناس يؤمنون بهذا اليوم، ثاني حاجة يعملون لهذا اليوم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن الصوف، الجبال ستكون كالعهن المنفوش المتفتت، يعني الملابس الصوف. اي حاجه صوف عندك، هل هي قطعه واحده ولا هي عباره عن خيوط، والخيوط نفسها داخلها خيوط اصغر؟ الجبال كده هي عباره عن صخره كبيره جنب صخره كبيره جنب صخرة، عملت جبل. تعال بقى للصخره الكبيره دي هتلاقيها عباره عن ها صخور صغيرة أو حبات من الرمل تجمعت ومتماسكة بطريقة معينة. فالجبال ستكون كالعهن المنفوش، كالصوف المفتت، يعني هتبقى عبارة الجبال دي عن إيه؟ حبات رمل صغيرة فتتطاير في الجو، يعني مش هيكون في جبال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فيش جبال خلاص، تعود الأرض مستوية بلا جبال. طبعا حاجة فظيعة جدا إن الجبال تتفتت وتتطاير بهذا الشكل أمام أعين الناس. فأما من ثقلت موازينه، لما ده هيحصل؟ طبعا دي بعض العلامات. لاحظ هنا الصورة إيه؟ إدت لقطتين عشان الواحد يعرف حول هذا اليوم. وطبعا هنا بدأ المثل بالجبال بالذات، لأن الصورة نزلت في مكة وأهل مكة يعرفون الجبال وعظمتها وقوتها. ها فلما ده اللي يحصل في الجبال أنت كإنسان هيحصل فيك إيه؟ فأنت أضعف من الجبال بمراحل. فهو بيضرب لهم المثل بما في بيئتهم، بيجيب لهم حالة الأمور التي عاينوها ويعرفونها في بيئتهم. فتكون الجبال كالعهن المنفوش. لما ده يحصل الناس هيكونوا فريقين، فريق آمن وعمل الصالحات وفريق كفر وعمل السيئات. فأما من ثقلت موازينه، ثقلت موازينه يعني رجحت كفة حسناته. ورجحان كفة الحسنات ليس كرجحان كفة الخضار في الدنيا مثلا،
الذي يرجح في الدنيا ينزل إلى أسفل، رجحان الآخرة الصعود لأعلى، رجحان الآخرة الصعود إلى أعلى. هتقول لي إزاي يا شيخ؟ هقول لك، وهو أصلا الحسنات دي حاجة توزن، دي حاجة معنوية. فأنت يا أخي إذا كنت فوتت دي فوت دي، هي الحسنات دي حاجة تتوزن؟ يعني نقدر نقول مثلا معنا 2 كيلو حسنات، ولا دي حاجة معنوية؟ حاجة معنوية مش كده؟ فأمور الآخرة ما تقسهاش على ما عاهدته من أمور. أنت ما تعرفش حاجة إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. إحنا لا نعرف ما نعرفه هو عبارة عن ظواهر صور، الآخرة هي أحكام ثانية. فأما من ثقلت موازينه يعني رجحت، قلنا الرجحان يعني صعود الميزان، صعود الكفة الفوق. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هي العيشة اللي بتبقى راضية ولا اللي عايشها؟ يعني العيشة ولا اللي عايشينها؟ اللي عايشينها طبعا. طبعا الناس لما تزهق خالص يقول لك العيشة واللي عايشينها، يعني مبالغة في ايه؟ مبالغة في انه طبعا العيشة مالهاش ذنب يا عيني، يعني العيشة بتتعايش. فهو ايه الراضي؟ هو ايه؟ من يعيش، تمام كده؟ فهو في عيشة راضية، يعني هو هيكون راضي. ولما ربنا سبحانه وتعالى يعبر عن انه جزاء من فعل الحسنات الرضا، تعرف حضرتك انه الجنة في الدنيا، السعادة في الدنيا تكون بالرضا برضه. يعني ممكن الواحد يكون مليونير بس مش راضي عن حاله فيكون في تعاسة. ممكن واحد يكون معاه أموال الدنيا وجاه ومنصب وخدم وحشم وأراضي و بس هو إيه حاسس إنه مش لا لسه، يعني ما عملتش حاجة لسه، أنا لسه فقير، لسه ما استمتعتش بالدنيا كويس، فإيه فتعيس يا عيني. ممكن الواحد يكون عنده كسرة خبز بسيطة قاعد على ترعة بياكل حتة جبنة قريش طبعا، وبعدين يشرب من القلة وقاعد على النجيلة وحبة هوا كده جايين بينكسوا له شعره مثلا، فبس دي السعادة إذا كان راضيا بهذا. فالسعادة في الرضا، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إنه غاية ما يصل إليها الجنة هو الرضا. فالربنا يرضى عليه يرضيه، من رضي الله عنه يرضيه. عشان كده ربنا لما حب يمتنع الصحابة ماذا قال؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأعلى ما يناله العبد من ربه سبحانه وتعالى أن يرضى عنه فيرضيه، فهو في عيشة الراضية. وأما من خفت موازينه يعني رجحت كفة سيئاته، فأمه هاوية. الهاوية اللي هي جهنم، الهاوية اللي هي ايه؟ جهنم. فأمه النار. يعني ايه أم النار؟ الأم بنعمل عندها ايه؟ الأم بنقعد معاها، بنستأنس بيها، بنستريحين معاها، مقيمين معاها كده. فأمه هاوية، فهو هيبقى مستقره ومكانه في النار، كما يكون الطفل مع أمه ملازما لها. فهو سيلازم النار كما يلازم الإنسان إيه؟ كما يلازم الطفل، كما يلازم الطفل أمه. فأمه هاوية. إحنا قلنا الهاوية دي اسم من أسماء النار، وقلنا أن كل اسم بيتضمن صفة. فلماذا سميت النار هاوية؟ لأنه إيه؟ يهوي فيها، يهوي فيها، بينزل. النار نزول لتحت بركات، والجنة درجات. وما أدراك ما هي؟ ده سؤال ليس الغرض منه تحصيل معلومة، ولكن الغرض منه الإيه؟ التفصيل والتهويل. وما أدراك ما هي؟ ما هي اللي هي إيه؟ أم لي. ما أدراك ما هي؟ نار حامية. نار حامية يعني حرها شديد. لاحظوا هنا يا جماعة أن السور القصيرة دي مفيدة في إيه؟ إحنا قلنا أن السور دي معظمها مكية مش كده؟ وأهل مكة في الغالب كانوا إيه؟
معارضين للنبي صلى الله عليه وسلم، كفار لا يريدون أصلا الاستماع ولا في الظاهر. فهذه الآيات آياتها قصيرة، أو هذه السور آياتها قصيرة وهي بنفسها قصيرة، بحيث يوصل له معلومة في أقصر وقت ممكن عشان تقوم عليه الحج. فهو بتأدي غرضها كده، للناس مش عايزة تسمع. زي بالظبط ما يكون واحد مثلا ما يحبش القراية، فلو جبت له مثلا الروايات الروسية، روايات الأدب الروسي مثلا اللي هي 4 أو 5 مجلدات، يعني رواية يعني مش كتاب علم حتى، مش هيقراه يعني كتير قوي. يعني هقرأ ايه 3 صفحة؟ فبيتعمل له ايه روايات بقى قصيرة، الرواية كده ايه 0.5 صفحة فيها قصة، فيتعود على القراية وبعدين يبدأ يقرأ بقى الحالات الأكبر. لما يحب يقرأ تقول له بقى سيب كل ده وتعلم بقى ايه العلم وهكذا. فهو أهل مكة لأنهم كانوا معترضين على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون السماع، يحاربون القرآن، فالآيات قصيرة وبتؤدي غرض معين. ومعظم الآيات لو تلاحظوا في العقيدة، في البعث، في النشور، في الحساب، في الجزاء، في المصير، في انقسام الناس إلى فريقين، في النار وشدتها، في الجنة ونعيمها، يعني حاجة كده زي ما تقول كده الآيات بتجيبهم من الآخر، بتجيبهم من الآخر. يقول الله تعالى ألهاكم التكاثر. التكاثر يعني كل واحد عندما يطلب الكثرة على غيره، يعني هو مثلا جاب حاجة ب100,000 جنيه، طيب أنا بقى هجيب حاجة ب120,000 جنيه. فلما انا اجيب حاجه ب120,000 جنيه اقول لا طيب انا بقى اجيب حاجه ب150,000 جنيه. او فيها تفاعل، فيها ايه تفاعل، فالناس يتنافسون على الدنيا حتى الهاهم هذا التنافس. الهاهم عن ماذا؟ عن مصيرهم، عن حساب، عن الجزاء، عما خلقوا له. الهاكم التكاثر. التكاثر هنا بيكون بإيه بقى؟ ناس تتكاثر بإيه؟ بالأموال، بالأولاد. ألهاكم التكاثر، هتفضلوا على كده حتى زرتم المقابر. الزيارة هنا مش معناها بقى زيارة القبور رايحين نزور ويرجع، لا، المراد بالزيارة هنا الموت. والتعبير بالزيارة جميل برضو، لأنه زي ما حضرتك بتزور وتروح، فالميت ده هيزور ويروح برضو. هيروح فين؟ على بيته، بيته اللي هو ايه، اما الجنة او النار. فالناس اللي في القبور دول كلهم يا اخوانا زائرون، وحال بتزورهم وهم في حال زيارة برضو، فزائر يزور زائرا. زي كده ما تقول لك ايه، اموات بيزور اموات، فاحنا اموات باعتبار ما سيكون، نزور اموات باعتبار ما هو كائن، صح؟ نفس الكلام. حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم أو أدرككم الموت وأنتم على تلك الحال، هي حالة اللهو. طيب إذا ده حصل وفضل الإنسان ملهي في الدنيا، ملهي في الدنيا كده حتى مات، حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، كلا ردع زج بالك فوق، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. يعني ايه؟ لو ده حصل وفضلت على حالة اللهو دي لحد ما مت، هتشوف اللي انت ما شفتوش قبل كده، هتشوف حاجة عظيمة، حاجة ما تتخيلهاش. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو واحد فيكم رأى الآن في الدنيا وعلمه علما يقينيا كما سيعلمه عندما يموت، كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم، يعني لو كشف لكم الغطاء والواحد فيكم شاف الآن اللي هيشوفه بعدين لو استمر على هذه الحالة سيرى الجحيم، سيرى نفسه كأنه كده واحد بيتفرج على نفسه في فيلم وهو بيتعذب. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، يعني مش تفضل المشهد بس كده فيلم وخلاص تشوفوه من بعيد، لا ده انتوا هتعيشوه اذا استمريتم برضو على حالة الله. يبقى الصورة كلها كأنها ايه؟ تنفير من حالة الإلهاء اللهو في اللهو دي الناس عايشاها او حالة التلهي بالدنيا. ثم لترونها عين اليقين، لترونها اللي هي الايه؟ النار او الآخرة او ما سيحدث لكم. عين اليقين، عين اليقين يعني بالعين، اذا كانوا مكذبين بها الان فانهم سيرونها في الآخرة وفي القبور. ثم ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. علم اليقين هو علم الخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم إدهم معلومة إن اللي مش هيؤمن في النار. طيب لو استمرتوا على اللهو ده هيبقى الخبر ده عيانا بيانا، هتعيشوه كأن الآيات عايزة تقول كده، هتنتقلوا من حالة علم اليقين إلى حالة عين اليقين. ثم ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هنا في ارتباط بقى بين ايه؟ اول السوره واخرها، وده في علوم القران بيسموه ايه؟ المناسبه بين اول السوره واخرها. ففي مناسبه بين اول ايه في السوره واخر ايه في السوره. سور القران كانها متحزمه كده موضوع واحد. فهو الايه في الاولى عملت ايه؟ الهاكم التكاثر. الناس بيتكاثروا بما يظنونه نعيما، فربنا بيقول لهم ايه؟ هتسألوا عن هذا الذي تظنونه نعيم او من النعيم. ثم تسألون يومئذ عن النعيم، طبعا المراد هنا نعيم الايه؟ نعيم الدنيا. يقول الله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر. الله عز وجل يقسم بالزمن، ولما ربنا يقسم بالزمن ده معناه انه حاجه مهمه. ليه؟ لان احنا الزمن ده هو محل الاعمال، وهو الذي نطيع فيه الله او نعصي فيه الله، فالله يقسم به تنبيها على اهميته. عشان كده سيندم الانسان على عدم استغلاله اوقاته يوم القيامه. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قال لبثنا يوما او بعض يوم. فاسال عبد في الزمن يفوت بسرعه. طيب والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله عز وجل يقول إنه كل من يسمى إنسانا فهو خاسر، إن الإنسان لفي خسر إلا إذا تبع طريق الأنبياء. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني صدقوا بقلوبهم وأذعنوا لما جاء به الرسل، ثم انطبع هذا التصديق على الجوارح فعملوا الصالحات، ثم تواصوا بالحق يعني امر بالمعروف ونهوا عن المنكر، ثم بعد الامر بالمعروف ونهوا عن المنكر اذا نزل بهم البلاء يتواصون بالصبر على الحق. ولاحظ هنا انه الايات كلها تأتت بصيغه الجمع، مما يدل على انه الانسان يحتاج في طريقه الى الله سبحانه وتعالى وفي الثبات على طريق الله سبحانه وتعالى الى معونه. معونة ايه؟ الصحبة الصالحة، أهل الخير. الآيات ما قالتش إلى الذي آمن وعمل، لا، آمنوا عملوا تواصوا تواصوا. فالإنسان بيحتاج في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى إلى ايه؟ إلى من يعينه على هذا الطريق. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.